يعني انا ما بستغرب، انا دائما كنت احس حالي ابن هالقضيه، خصوصا انه انا ابن يعني ضحيه بيروت الجنوبيه اللي كل طفولتنا واول ما التين ايجرز يعني كنا دائما كل اصحابنا معظمهم كمان من الشعب الفلسطيني الحبيب، فدائما قلبي وضميري مع هالقضيه. واليوم اذا بقول يعني يمكن صرت بحكي بقوه اكثر اذا بدك، هاي الشغله بتفرق، بس اني اشعر اني انا من ضمن هالشعب الفلسطيني هذا شيء، يعني بعتز بهالشيء. على العموم انا جدي كان بفلسطين وعاش بفلسطين، يعني جذورنا بفلسطين. الله يخليك، الله يخليك. بس عندي شغله واحده بعد بدي اقولها، اني اتمنى زياره فلسطين، هيدي بدي لاقي طريقه رح اياكم، بدي اروح شوف الشعب، بدي زور الناس هذين، وان شاء الله بمعيتك باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، الله يخليك.